هنا بمركز الأمومة والطفولة لزيرالدا تقام عمليات تلقيح الأطفال الرضع وفق رزنامة جديدة تم اعتمادها بعد ظهور فيروس كورونا. إجراءات احترازية يتم اتخاذها منذ دخول الأم وطفلها للمركز، أما عملية الفحص فتقام مع بقاء الطفل لدى أمه لتفادي انتقال أي عدوى، مع إعطاء توجيهات خاصة للأم لمواجهة انتشار الفيروس. نورمالمون الرونديفو تاعو 29 مارس على جال هذا الفيروس اي تو عاودوا اجلوه له لليوم 22 افريل. كاين احتياطات لازمه باش الوقايه من الفيروس كورونا باش ما ينتشرش. غسل اليدين قبل تلقيح الرضيع مع احترام شروط النظافه التامه من بين الإجراءات الاحترازية التي يعتمدها الطاقم الطبي للحفاظ على سلامة الأم وطفلها. جاتنا تعليمة من الوزارة، والتعليمة تقول أنه لازم تحطوا في قاعة الانتظار، لازم يكون على الأقل متر بين كل أم والبيبي تاعها. احنا نزيدو نديرو على حساب المساحة تاع القاعة تاعنا. اون جينيرال اون دون 20 جوتون. مي بصح حنا كي خلصوا لو 20 ونسيبوا لورغانيزاسيون راهي مليحه اللي يلحق ما جابش لو بيبي نقولوا له روح جيب الطفل نقدروا نديروا له. كي تجي لعندنا وكي تخرج من عندنا لازم تغسل يديها، لازم يلبسوا لي بافيت، باسكو هذا المشكل اللي عندي بزاف. انا هنايا الامهات كاع اللي يجوا سون بافيت، فوالا ميم لي فامون سانت يجوا بلا لي بافيت. قلنا لهم ما كانش لي بافيت على بالنا ناقصين في الفارماسيان، على الاقل يديروا ان طوشون اون سيرفيات ولا خيطوهم في الدار خمار يعملوه لو تور تاع الاخر ويلبسوه، تكون وقايه ليهم وقايه لينا. مواعيد مضبوطة مسبقاً وتعليمات خاصة يتم اتباعها من قبل الطاقم الطبي لضمان استمرار عملية تلقيح الرضع مع تفادي انتشار الوباء.